لو عايزين تعرفوا المنظر الخطير اللي ورايا ده والمكان التحفه اللي احنا موجودين فيه النهارده فين وايه هو، يبقى لازم تتفرجوا على الحلقه دي. احنا النهارده موجودين في جبل القلعه في الاردن ومتحمسين جدا جدا لزياره المكان، لان هم قالوا لنا ان في اثار كتير قوي هنتعرف عليها جوه. تعالوا معايا. اول حاجه بنعملها بنحجز تذكره للدخول وسعرها حلو جدا على انك تزور حاجات كتير قوي جوه. في البدايه كده للناس اللي مش عارفه، جبل القلعه الاثري هو موجود في قلب العاصمه في الاردن في عمان، وبيعتبر رابط مهم لتاريخ عمان القديم بالمعاصر. اول مكان زرناه هو جبل القلعه نفسه واللي فيه قلعه عمان برضو، وهو احد جبال مدينه عمان السبعه، وكان زمان عباره عن مقر للحكم والاداره خلال فتره العصر الحديدي. وبعد كده اتحركنا نشوف برج المراقبة الأيوبي واللي اتبنى في العصر الأيوبي، وكان عبارة عن برج مراقبة يتشاف منه وسط المدينة كلها، وكان في مكان بيترمي منه السهام برضه، وهو من أكتر العمار العسكرية في الوقت ده، كانت مبهرة جدا. بعد كده بنمشي شوية لحد ما بنوصل لمنطقة عالية جدا نشوف منها بقى المدرج الروماني، واللي تم بناؤه في فترة حكم أنطونيوس لما كانت مدينة عمان اسمها فلادلفيا، وكان المدرج مكان للترفيه وإقامة الفعاليات المتنوعة. بعد كده رحنا نشوف مكان اسمه فرن الإعداد الجير، وكان في الوقت ده الجير من أهم مواد البناء، عشان كده كانوا مهتمين قوي ببناء فرن خاص لإعداده. قدام الفرن بقى هتلاقوا المكان ده، وهو الكنيسة البيزنطية واللي بيرجع تاريخها للقرن السادس الميلادي، ويقال إنها كانت مبنية بشكل معين عشان يقدروا يخزنوا مياه الأمطار في الوقت ده ويستفادوا بيها. آخر مكان بقى جوه جبل القلعة واللي بيخرجنا على بره هو المدخل الرئيسي للقصر الأموي، أو زي ما كانوا بيقولوا عليه زمان البوابة الكبرى. وفي المكان ده كان بيتم التأكد من هوية الزائر اللي بيقعد هنا بينتظر شوية لحد السماح ليه بالدخول عشان يقدم محبته للوالي. بصراحة تجربة فريدة جدا بتجمع بين الإرث الثقافي والإطلالات البانورامية الرائعة، اللي طبعا مش هنقدر ننسى ناخد شوية صور تذكارية حلوة جدا في المكان كله. بصراحة المكان هنا أكتر من روعة، تخيل بتزور مكان واحد بس جواه أكتر من 8 أماكن سياحية وأثرية. بصراحة التجربة هتستمتع بيها جدا وهتشوف مناظر حلوة قوي، وهتتعرف كمان على تاريخ جميل جدا، وهتاخد بقى صور مش قادرة أقول لك تحفة. باي باي.